المشاهد اللي عم نشوفها على شاشات التلفزيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى احاديث اللي عم يسمعوها الاطفال من خلال روحتهم على المدرسه عم تكون جدا تاثيرها سلبي. المشاهد تدمي القلوب، المجازر الوحشيه اللي مرقت بفلسطين، هي الصور حملت ارشيف كثير كبير للاطفال. مفروض هذا الطفل يكون في رعايه من اخصائيين، رعايه ابويه، في حال نحن شكينا انه هذا الطفل بلش يدخل تحت صدمه نفسيه بسبب الاحداث او الصور اللي عم بيشوفها، لانه في حال ما كان في متابعه هذا الشيء رح يتصدر معه للمستقبل ولفتره الشباب. اكيد يا رشا، لازم نهيئ اليوم اطفالنا للتعامل مع اي ازمه ممكن تصير معهم، ودائما يمكن باوقات الازمات والحروب الاطفال هنن الاكثر فئه تاثرا. صحيح. ممكن تتاثر الصحه النفسيه عندهم، هون هي الصدمه ممكن تاثر على الطفل بشكل كبير، ممكن اطفال ما يعرفوا يعبروا عن الشيء اللي عم يحسوا فيه، وبنفس الوقت اطفال ممكن نلاحظ عندهم هذا الخوف الموجود. اكيد رح نضوي مشاهدينا ضمن فقرتنا النفسية على الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصير عند هدول الأطفال واضطراب ما بعد الصدمة. استفسارات كثيرة وأجوبة عديدة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصية التربوية ربا ناصر. يسعد صباحي، اهلا وسهلا فيكي. صباحكم صباح الخير يا ربا. صباح الخير، كيفك اليوم؟ تمام، كثير مشتاقه. ان شاء الله دوم يا ربا هيك يكون خير علينا وعليكم وعلى جميع الناس ان شاء الله. ربا، اليوم عم نحكي عن مفهوم الصدمات النفسيه وعند الاطفال، ومثل ما ذكرت بالمقدمه انه نحن عم نضوي جدا على هي الفكره لانه اليوم نحن بمرحله جدا صعبه. خلينا بدايه نعرف بالصدمات النفسيه. طبعا نحن مثل ما بنعرف اي شيء بيتجه نحو العنف او شيء بيدمي القلوب نحن بده ياثر فينا سواء كبار او صغار، فما بالك بهذا الطفل الصغير. الاضطراب النفسي دائما هو عباره عن خلل، انا هذا الخلل صار معي بنفسيتي البشريه لانه صار عندي كبني ادم، انا شفت مشاهد مروعه، شفت شيء كارثي، هذا الشيء الكارثي انتقل للدماغ، الدماغ ما عاد عنده قدره حتى هو يضبط او يعمل المشاعر، يعني هو انا بدي اتعاطف مع الاخرين ولا انا بدي اخاف ولا بدي اهلع ولا بدي انذعر، ولا ما بيعرف الدماغ بقى ما انه قادر يحلل بقى هاي المشاهد. النفس البشريه صارت المشاعر فوق، تمام؟ فالنفس البشريه هون صار فيها اضطرابات. ليش؟ لانه التغى دور العقل، صار دور المشاعر، صار دور العاطفه، هون اشتغلت العاطفه بس، فصار في اضطراب. فهذا اسمه خلل، خلل تفكيري، خلل نفسي، عباره عن تلقي صدمه، هي الصدمه عملت لي خلل فصار اسمه اضطراب نفسي. هذا الاضطراب النفسي طبعا يترافق باثار سواء نفسيه او اثار فيزيولوجيه جسميه بتظهر. طبعا انا ما فيني احصر بس بالاطفال، ممكن تكون بالمراهقين، في ممكن تكون بالكبار كبير. أكيد. طبعا بس هي بتاثر بطريقه بصوره خاصه بطريقه مخيفه على الاطفال. ليش؟ لانه الاطفال هن يعني العضو الحساس عنا، هن اكثر ناس ممكن يتاثروا. يعني انت اذا زعلتي ابنك بده يبكي يمكن ينزوي، فما بالك اذا شاف شيء مخيف او مشاهد قدامه انه طفل عم يشيلوه من تحت الانقاض. صحيح. يعني نحن كبار وقت عم نشوف هاي المشاهد عم نقول يا ربي دخيلك يا الله. ما تجربنا بهذا الموقف طبعا، يعني نحن بنحط حالنا محلهم، انه انا يعني عم شوف مرة عم تركض باولادها عم اقول دخيلك يا ربي، انه عن جد الام ما بقى بهمها حالها، بتمنى يكون لها جناحات وتحتضن اولادها ولا يصير عم بيشوف ما عنده. فما بالك بهذا الطفل، نحن هون امام كارثه انسانيه. صحيح. امام كارثه حقيقيه. ليش؟ لانه الطفل عايش بهي الحياه على شيء اسمه امان. هو وقت عم يشوف هي المناظر هو عم يفقد اول عنصر واللي هو الامان. يعني الشيء اللي عم يشوفه اذا غمض عيونه عم يكرره. هو لانه الطفل بيحفظ الذكريات المؤلمه. نحن ككبار بننشغل بحياتنا، بننشغل بالاعمال، يمكن انا وعم اطبخ الطبخه فكر بهي فكر بهي فكر بهي، شو بدي اعمل هلا، بدي احط ملح، بدي. الطفل ما عنده شيء ينشغل فيه. يعني حتى ممكن الآثار النفسية بالاضطراب اللي صار معه ممنوع، يمكن ما يلعب، حتى يمكن يكره الألعاب، يكره أي شيء، ما عاد حس بالأمان هو. فعمليا هذا الطفل صار عنده تشوه نفسي جوا، خلل، ما عاد يتصح إذا ما أنا رعيته كأسرة، إذا ما كان في حدا أخصائي عن جد. نحن دائما نحن شفنا هاي الآثار،
شفنا هي الآثار يعني عم نشوف بأولادنا. هلأ تشوفي أي حدا مثلا جاي من المدرسة، ماما اليوم نحن عملنا عن فلسطين وأنا بدي أحفظ شعر عن فلسطين وكذا، مشاريع يا حرام عن فلسطين. يا ماما يا حرام صحيح. الأطفال ما عاد عندهم بيوت وما عندهم أكل، ما جابوا لهم أكل. تصيري أنت شو بقى بدك تجيبي له للطفل أي شيء ممكن يطمئنه؟ لا ماما أكيد رح يجيبوا لهم أكل وكلياتنا معهم ونحن منحبهم ونحن رح ندعي لهم، طمأني بس هيك لنهدي شوي مشان لا يصير آثار سلبية. لأنه صار يعني ولد هذيك اليوم عم تقلي أمه أنا ابني عم يكوبس، عم يقلي صار حرب وهو نايم، صار عم يكوبس أنه ماما نزلت القذيفة أنه حرب. ويمكن ربا يعني بطول الحديث عن هاي المشاهد المؤلمة ويلي عم تأثر بكل حدا فينا وتحديدا الأطفال يلي عم نركز عليهم اليوم ضمن محطتنا، طيب خلينا نحكي شو هي المشكلات إن كانت نفسية أو حتى جسدية ممكن تصيب هدول الأطفال نتيجة الأزمات والحروب. نحنا هاي المشكلات شو هي، شو السلوكيات، كيف ممكن نلاحظها؟ ممكن نحنا أوقات ما نهمل أولادنا، نكون مشغولين بالحياة ما ننتبه إنه صار عندهم سلوكيات معينة. خلينا نوضح هذا الموضوع. شوفي هلا الاضطراب النفسي دغري بده يأثر اول شيء على الآثار الفيزيولوجية، يعني انا بدي تظهر على ابني شيء جسمي واضح بعدين الشيء النفسي بقى بيأثر بطريقة تعامله معي. شو طريقة التعامل؟ هلا اول شيء رح نحكي على الآثار الفيزيولوجية بتكون واضحة جدا. مثلا انا كطفل تعرضت لأي صدمة نفسية انا بصير عندي تشنجات، بصير عندي حركات لا إرادية وممكن ابكي فجأة. القلق النفسي اللي ممكن يأثر على الطفل يمكن يعمل له تبول لا إرادي تمام، مو ضروري وهو نايم تبول لا إرادي، يمكن هو بدون ما يحس وهو فايق ممكن يتبول. طب شو الشيء الشائع أكثر عم تلاحظوا بهي الفترة كأختصاصيين تربويين؟ هلأ عم نلاحظ الأشياء النفسية أكثر شيء، عم نلاحظ الأشياء النفسية أنه الطفل عم يصير عنده اكتئاب، قلق، ذعر، هلع، خوف من أي صوت. هو متأهب دائما أنه ممكن يصير معه نفس الشيء، إحساس أو شعور بالذنب أنه أنا إلي ذنب بهذا الشيء اللي عم يصير، معقول أنا فيني دافع أنه هو له علاقة وإله أنه أنا ممكن فيني دافع روح أنا روح يعني أنا لا هو بحس حاله أمام مسؤولية طبعا أنه أنا فيني روح أنا بدي أقتل إسرائيل. هن مفكرين إسرائيل أنه شخص واحد. أنا طفل قال لي أنا بدي روح أقتل إسرائيل، فأنه أنا فكر كله اسمه انه شخص واحد. هذا دليل انه ما في وعي من الاهل. يوم المفروض الاهل يحكوا قديش لازم يكون في هذا التفاهم. اهم شيء اهم شيء انا اي شيء نفسي بيأثر. هلا شوفي انت اذا عنفتي ابنك يومين ورا بعض ممكن يقطع الكلام ويقطع الاكل ويصير عنده اضطرابات نوم تمام. اكيد يعني هلا مو نحكي عم نحكي عن جيلنا نحن، يعني عم نحكي عن حدا بريء كثير. فنحن عمليا اضطرابات الكلام، اضطرابات النوم، اضطرابات الشهية هي كتير شائعة هلأ. يعني بتحسي انه ماما انا ما بدي اكل، يعني تبعوا الفلسطين ما فيهم عم ياكلوا، انه خلص ماما هنن عم يطبخولن، ما شفت عم يطبخولن جمعيات وفي شيء ناس مختصة. انه انت بدك تضلي تطمئني، بدك تضلي تحكي بنفس الموضوع بس لحتى يروحوا الآثار السلبية. ليش؟ لأنه في مجتمعات عم تحتك فيها الطالب. يعني أنا ابني عم يروح على المدرسة عم يصير أحاديث، شفتوا مبارح، شفتوا شو، شفتوا الولد هداك، شفتوا البنت وهنين عم يشيلوها، شفتوا انه يا حرام ما عندهم اكل، هداك ماسك ابنه هو ميت وراكب. يعني عم يجيبوا لي اخبار انا ماني مشاهده. طيب خلينا نركز شوي على موضوع الاثار اليوم وقت الطفل. انت عم تقولي انه من تعنيف ان كان جسدي ان كان نفسي اليوم بجوز الطفل يرفض بموضوع التأتأة في الحبسه الكلاميه، ممكن تكون مؤقته ممكن تستمر معه اذا ما كان في دراية كامله من الاهل انه اليوم طفلي انا بحاجه لاخصائي. قد ايه اليوم علاقه المشاهد العنيفة بموضوع الحبس الكلامية والتأتأة للأطفال؟ طبعا هلا نحن اي طفل بيصير عنده اي حالة خوف بالحالات العادية من دون ما نحكي عن حروب، هلا شايفين نحن بقالنا تقريبا شيء 10 سنين 11 سنة يعني عندنا آثار حروب، عندنا كم كافي وصراحة كثير عالجنا قصص يعني صاير عندها تلعثم، تأتأة، حبسة كلامية، تقطع كلامي، كل هذا الشيء صار بسبب آثار نفسية يمكن هي ما بعد الصدمة. يعني نحن بنسميها صدمة القذيفة يلي هي ما بعد الصدمة، إنه أنا عم أسمع أصوات حرب، أنا حاسس بعدم أمان. هي التأتأة أو التلعثم أو الحبسة الكلامية. طبعا الحبسة الكلامية غير التأتأة، لأنه التأتأة هو أنا قادر
اسمعك وقادر عبر بس ما فيني، في عندي تقطع بالكلام او تكرار بعض الاحرف، او ممكن احرف العله ممكن تطيل معي، يمكن انا افتح تمي بدي احكي في تقطع هوائي بعدين انا بدي احكي معك. الحبسه الكلاميه هي ممكن احذف كلمات، تمام؟ هذا كلياته اثاره نفسيه. يعني شوفي انت وقت تروحي عند الاخصائي تبع اللغه او التخاطب بيقول لك شو صاير معه دغري. مؤقت اليوم هاي الحاله طبعا ممكن تكون مؤقته طالما في اخصائيين وطالما في رعايه نفسيه سواء اسريه او رعايه مختصين. اكيد نحن ما فينا نقول في شيء دائم، طالما في رعايه وطالما في عقل مدبر وطالما في حدا مهتم. دائما نحن بندعي الاهالي دائما للاهتمام، يعني انا ما في داعي ضل حاطط على الاخبار قدام اولادي، فيني احضر نشره الاخبار او الاخبار العاجله بعد ما يناموا الاولاد او بفتره غيابهم لحتى انا هي التأتأة او التلعثم او الخوف اللي عم يسبب. يمكن هو ما عنده تأتأة بس يمكن صار عنده هذا التقطع الهوائي بسبب حاله الخوف والهلع والتشنج. ما هو تشنج عضله الحجاب الحاجز مسؤول. انت وقت بتحكي بيطلع الحجاب الحاجز وبينزل، تمام؟ الحبال الصوتيه، الحبال الصوتيه هي عباره عن اعصاب متصله مع الدماغ. طب انا اذا صار عندي تشنج انا حجاب الحاجز والحبال الصوتيه تاثروا، عمليا انا صار عندي تأتأة. ممكن تكون هي خرس مؤقت، ممكن تكون هي تأتأة مؤقته، ممكن تكون حبسه كلاميه مؤقته، بس لازم انا اعالج سواء نفسيا او توجيهيا او اسريا. ودور الاخصائي النفسي بهي الاوقات كثير جدا مهم وبيبرز بشكل كبير. اليوم بتلاقي الطفل لما بتعرض لاي مشكله او حتى مو الطفل، يمكن الاشخاص الكبار بالعمر بيحبوا انه يحكوا لحدا يدعموه يوقفوا جنبه ويسمعوا له، ولكن اليوم بتلاقي في اشخاص ما بتحكي، يعني ممكن نضطر نحن نروح للاخصائي النفسي، ويمكن بحياتنا ما في هي الثقافه اليوم والوعي انه انا بدي اروح احكي للاخصائي النفسي، في خوف. بتلاقي اليوم هي الثقافه موجوده ام لسه الناس بعيده عنها؟ صراحه نحن بحاجه لاخصائيين نفسيين صراحه، نحن تعبنا كلنا بحاجه كلياتنا كبار وصغار. يعني احيانا ممكن انت تتعرضي لمشكله تحتاجي انك تفضفضي لحدا، تمام. بس للاسف نحن بمجتمعات ما فينك تفضفضي لحدا. يعني انا يمكن اكون متضايقه من رشا وبدي احكي لك، تمام؟ انت يمكن انا اذا حكيت لك يمكن تروحي تقولي لرشا، فما في امان. ما في امان، ما في امان، فنحن بحاجه هذا الشخص الملاك ممكن يستهون بالزعل تبعك. ايه اكيد. يعني الشخص الايجابي بحياتنا مو موجود، فنخلي هذا الاخصائي النفسي موجود وهو شخص ايجابي بيعطينا الحل. هو دائما موجود طبعا، هو موجود اليوم، بس نحن خلينا نروح لعنده أكيد. خلينا نستشيره. هلا نحن دائما لازم يكون عندنا شيء نفسي بيريحنا. يعني الاشخاص هلا نحن محاطين بالسلبيين، يعني اي حدا بتحكي له اي شيء دغري خلص ولو كلياتنا مثلك انه يوم في تراكمات ربع. اليوم وقت حدا بيقول لك كلمه طنشي او روحي لعدم المبالاه او لا تفكري او شغلي حالك بقصص ثانيه، يا جماعه اليوم في تراكمات بالنفس البشريه بالروح البشريه. اليوم يعني بنروح لجمله ما حدا حاسس فيني. اليوم ما في داعي هي الكلمه انه طنشي، لانه اليوم لو القصه بتطنش ما كنا وصلنا للاخصائي النفسي. بس اليوم الاخصائي النفسي لمين بيلجأ؟ أخصائي نفسي ما في داعي يلجأ لحد، ما هو أخصائي نفسي. هلا أنا شوفي أي شيء بالعالم ما فيني أشكي لحدا، ليش؟ لأنه عندي من الذكاء العاطفي ما يكفيني. يعني أنا خلص أي شيء بتدبره فورا فكر فيه بشكل بذكائي العاطفي، مشاعري ما بتطلع لفوق. يعني انا اذا تضايقت منك اتحكم هيك المشاعر خليها متوازنه عندنا. واي مشكله، اي مشكله انا بدي يكون عندي هذا الذكاء بالتعامل. يعني بدي يكون انا مثلا من يومين متعرضه لصدمه نفسيه كبيره، تمام؟ بس ما حدا حس. يعني هي يعني قاسيه جدا علي، صديق له كذا كذا سنه وصار في انه شفاء، انه صدمه انه انا كنت حاسه انه هذا الشخص كثير كويس وفجاه اتضح لي العكس. طيب
طيب تمام. فانا هون ما اتجهت عند اخصائي نفسي وما اجيت قلت لك رشا وما اجيت قلت لك انا خلص هذا حدث صار بيتمرق مثل غيره. انا متابعه حياتي. بالنهايه نحن عايشين بمجتمع يحتاج الى انسان سليم، انسان قوي، انسان مخضرم صراحه بالحياه. ما بقى سليمين بالمجتمع يا ربا. والله كثير نحن لو ما لنا مخضرمين ما لنا عايشين. بس نحن اليوم يعني نحن اليوم مو بس عم نحكي اليوم بفقره اليوم انه نحن عم نحكي عن المشاهد والاحداث بفلسطين، نحن كمان عندنا مثل ما ذكرت حضرتك قلتي نحن عندنا اليوم كم هائل تراكمات 13 سنه مضت تراكمات. على سوريا تبعات يعني الحرب اكيد، زائد اليوم الظروف اللي عم انت تعيشي فيها اقتصاديا اجتماعيا اخلاقيا وغيرها يعني. فاليوم عن جد احنا بحاجه دائما لبريك لانفسنا يعني أكيد. بعيدا عن موضوع الاطفال. وخلينا كمان ربا يعني عم نحكي عن الصدمات، وممكن ذكرت رشا انه مرينا بسنوات حرب وفعلا يمكن تبعات هي الحرب عم تكون اصعب على الاطفال. خلينا نحكي هون ممكن يظهر مصطلح اضطراب ما بعد الصدمه، خلينا نحكي عنه ونتعرف عليه كيف ممكن يصير وكيف ممكن نعالجه. اضطراب ما بعد الصدمه دائما بيصير بعد الحروب، بعد يعني بعد ما صارت مثلا ازمه مثلا امبارح المساء صار عندنا مثلا قذائف او شيء، بيصير عنده الطفل هذا الشعور اللي حكينا عنه. ممكن تكبر معه للمستقبل تاثر على حياته الشخصيه على حياته العمليه بشكل عام. صراحه نحن كمجتمع شفنا نماذج، شفنا نماذج تمام، يعني صار عندهم اضطراب ما بعد الصدمه وشفوا منه صراحة شوفوا منه. ليش نحن عمليا عايشين ببلد دائما على يعني الحرب على قدم وساق ما شاء الله، ما بتحسي إلا أنه يعني نحن مثلا بأحد المساءات كنا عم ناكل بوزة وفجأة سقطت قذيفة قدامنا. إيه شو صار بأولادي؟ الصدمة ما بعد الصدمة لسه، يعني صدمة ولسه ما بعد الصدمة، يعني نحن يوميتها ما قدروا يناموا. شو اسمها هي؟ هي اسمها اضطرابات ما بعد الصدمة. يعني بيعرفوا في قذائف وبيسمعوا بس انه هن اليوم يحضروا هذا المشهد. ايوه صار شيء حقيقي، صار شيء حقيقي تماما. نعم. يعني كان بروفا حقيقيه. هذا الاضطراب بياثر بنفسيته للطفل، ممكن يعمل عنده خوف، اضطراب نوم، ممكن يعمل عنده اكتئاب، يمكن هو عنده احساس بعدم الامان. شو الاكتئاب؟ يعني انا حاسس انه ماني منيح، يعني انه في شيء حوالي ما بيحسسني اني منيح، وبنفس الوقت انا حاسس انه ما في امان، يعني انا باي لحظه ممكن يصير نفس اللي صار وممكن يتكرر، يعني ممكن نام احلم بنفس اللي صار معي، يعني الذكرى المؤلمه سوف تعاد في النوم اصلا. هذا ممكن ياثر بالشخصيه، يعني ممكن يصير الشخص متردد نوعا ما، ممكن يصير عنده مو اضطراب كلامي بغض النظر عن انه ممكن يصير معه تقطع كلامي للمحه ما. ليش؟ هذا اثر نفسي. يعني انا عم احكي معك ممكن اقول لك ابدلك مثلا الراء اقطشها تمام، تحسي انه ليش هيك عم تبلع حروف. هي اثار نفسيه انا ما فيني اكشفها لحتى تجي الصدمه وتخلص منها. تجربه. خلينا قبل ما نروح ما في داعي نصل للصدمه اليوم، هذا الطفل مثل ما هو امان اليوم، احنا مفروض نحافظ على ارواحنا وروحه. خلينا نكون بوعي اكثر خصوصا بضمن هاي الازمه اللي عم نعيشها. نصائح اليوم نحن كيف قادرين نوجههم صح؟ ناخذهم للنقطه الايجابيه. شهقت لا تقولي من اثر صدمه. اثر صدمه عن جد. نوجههم صح ايجابيا للمشاهد اللي عم يشوفوها، نعمم عندهم ثقافه القضيه الفلسطينيه، ثقافه المقاومه، واليوم انه نخليهم يروحوا بالشيء الايجابي نكون احنا محاوطين. اليوم ما في داعي احنا نصل لمرحله ما بعد الصدمه يعني. طبعا هلا عمليا نحن عم نقوم بدورنا والمدارس عم تقوم بدورها، يعني نحن اولادنا جايين عم يحكوا لنا عن القضيه الفلسطينيه لوحدهم الحمد لله، يعني عندنا هذا الشعور. نحن اصلا نحن وطنيين وقوميين، ونحن عندنا الثقافه القوميه موجوده قبل الوطنيه، يعني انا قبل ما اكون سوري قضيتي فلسطين، انا قبل ما اكون سوري انا كمواطن، وبنفس الوقت اولادي، وهذا الشيء انتقل جدا عن اب عن جد عن اب، يعني كلياتنا بنفس الوتيره كنا. عمليا نحن
كيف انا بدي ادخل لابني انه هاي المشاهد اللي عم تشوفها هي حرب حاصله مؤقته. نعم. يعني وبنفس الوقت هن بامكانهم هدول يروحوا على اللي بنسميها ملاجئ، وهن كمان في حدا بيرعاهم. بالنهايه هي حرب وبتخلص، وانا قدر الامكان قدر الامكان. هلا نحن كشاشات تلفزه ما كثير عم ينقلوا لنا المظاهر اللي كثير يعني عم يتعتموا شوي على هو الحرب اكثر من هيك بكثير اكيد، بس هن ما قادرين حتى يوصلوا للمشاهد اللي نحن بتخوف اطفالنا او بترعبهم. نعم. قدر الامكان انا ببعدهم عن هذا الجو، قدر الامكان انا بكون محسستهم بالامان، قدر الامكان الرعايه النفسيه، يعني انا قديش قاعد انا واولادي وقديش في ثقافه منزليه، وقديش انا بدي احكي انه الحرب هي لا محال لا محال موجوده. انا ما فيني الغي الحرب، بس انا بدي الغي اثارها، يعني انا حسسه بالامان. انا بالنهايه بحاجه لحتى اكون قوي قدامه، ما اضطرب، ما اكون ابدا عندي اي رده فعل. هلا نحن دائما بحس بالفرح انه اه صار في صار اوه برافو كذا، خلص حسسه انه في انتصار، يعني نلعب على موضوع النفسيه الخير تمام والشر اليوم. فعمليا نحن عايشين بمجتمع هذا هو انفرض علينا، خلينا نكون اقوى منه، خلينا نكون واعيين اكثر، وخلينا نكون دائما موجهين بطريقه ايجابيه. اكيد يعني معلومات جدا مهمه قدمتيها اليوم، ما رح نضيف عليها شيء، واكيد بنتمنى من كل يلي تابعونا يكونوا استفادوا. الاختصاصيه التربويه ربا ناصر نورتينا. شكرا يا ربا، هيك ودائما ان شاء الله هيك بكون لقاءاتنا لنحكي عن شيء الايجابي. شكرا لحضرتك. شكرا.